حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي صوتكم. برنامجنا اليوم راح نحكي بيه على قضيه تهم العراق، تهم الشعب، تهم حياته، تهم صحته، واقع صحي يعني هو ده نحكي بيه، اللي هو انتشار الامرضه عفوا الاوبئه والامراض من عام 2003 لليوم. شنو الامراض اللي انتشرت؟ شنو الاوبئه اللي انتشرت؟ شنو سبب انتشارها؟ من اللي واجهها؟ من اللي ما واجهها؟ حكومه سوت شيء لو ما سوت شيء؟ منظمه الصحه العالميه شنو اللي قالت؟ وزاره الصحه شنو دورها بالموضوع؟ اطفالنا اللي يداومون بالمدارس واللي يداومون في روضات يتاثرون بهذا الشيء لو لا؟ مجلس محافظه بغداد والمجالس المحليه الاخرى شنو اللي قالته عن الامراض والاوبئه؟ اكو اوبئه انتشرت من 2003 لليوم، اوبئه خطيره. وباء هو شيء قاتل او خطير. امراض مرض يعني عابر يطب ويطلع حاله حال اي شيء، حاله حال الانفلونزا اللي تصيب المواطن في اي بلد من العالم. لكن وباء اكو بلدان انقرضت بها الاوبئه. العراق فيما سبق انقرضت به الاوبئه. اليوم رجعت لنا، نحكي بها برا هذا الفاصل. في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات؟ ماكو. باوع على الجنب الأخرى، عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلح، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام. بداية اللي حب يتصل بينا الأرقام أسفل الشاشة موجودة حاليا، أيضا يوجد رقم مخصص لبرنامج الواتساب تقدرون تدزونا به ما تريدوا. أنوه للسادة المشاهدين أنه برنامج الواتساب هذا غير مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل به أي مكالمة، فاللي دق ما راح يطلع عندي إلا بعد ما تنتهي المكالمة ويجيني أنه هنالك مكالمة فائتة. فأعتذر من كل المشاهدين، اللي يريد يتصل يتصل على أرقام الجوة، وهذا رقم الواتساب اللي طلع حاليا. الأمراض والأوبئة نبدأ بها بما يخص الأطفال. يعني المدارس بها أمراض كثيرة تنتقل عن طريق الأطفال وطريق الطلاب اللي قاعدين في صف واحد، في رحلة واحدة، في ساحة واحدة، أثناء اللعب، أثناء الحركة، أثناء الدخول، أثناء الخروج، أثناء الصفاف. كثير من العوامل تؤدي إلى انتشار الأمراض بين الطلاب. كنا صغار نعرف الأمراض اللي تنتشر بمدرسة، يا طشة الإنفلونزا، يا الله يبعد عنكم وعن العراقيين كلهم، طش القمل بين الطلاب، يا صارت حالة أو حالتين لبعض الأشياء البسيطة. بس أنه ينتشر مرض النكاف بين 2000 طالب بمدرسة واحدة وماكو علاج، ماكو إجراء طبي، تطلع وزارة التربية تقول إيه صحيح انتشرت حالات النكاف بين الطلاب في المدرسة الفلانية في المنطقة الفلانية، وأكو حالات أخرى بمنطقة أخرى، وأكو حالات ثانية بمنطقة. زين إيش تنتظرون؟ زين هذا الطالب الصغير وين يطي وجهه؟ ما اعرف وزارة التربية ما تتصل بوزارة الصحة، ما تبلغ الحكومة، ما تقول انا عندي طلاب مرضى، ما تقول اكو شيء انتشر بين المدارس خلينا نروح نعالجه. وعلاج النكاف بسيط جدا، يعني وباء بسيط جدا. الكوليرا اللي طشت بالعراق بعد عام 2003، روحوا اقروا الكوليرا شو تسوي؟ الله يحمي العراقيين من هالمرض، مرض قاتل.
الايدز اللي دخل للعراق نتيجه الادويه المسرطنه ونتيجه الادويه الفاسده ونتيجه الاغذيه الفاسده ونتيجه الابر المستخدمه في الوشوم ونتيجه الكثير من الاشياء اللي دخلت لنا عن طريق الشرق والغرب. مرض نقص المناعه اللي كان العراق يفتخر انه لا توجد ولا حاله من حالات مرضى الايدز في العراق. المخدرات تنشر هذا المرض لانه كان نوع من انواع المخدرات تستخدم بها الابر. وهمين كان العراق يفتخر بانه لا توجد ولا حاله ادمان داخل الشباب العراقي. وكان يعرف عقوبه الاتجار بالمخدرات والتعاطي همين ايضا، فما حد كان يقدر يتجرأ. كثير من الامراض انتشرت ايضا، اخرها هسه طلع لنا مرض جديد ما اتوقع العراقيين سامعين به، اسمه الحمى النزفيه. الحمى النزفيه ينتقل في حالات عده، منها الاتصال المباشر مع المريض، منها استنشاق بول الفئران المصابه وبراز الحيوانات المصابه نتيجة أبخرة متصاعدة منها، منها تناول لحوم مصابة، منها اتصال بين شخصين. لكن هذا المرض طلعت لنا وزارة الصحة، الناطق باسم وزارة الصحة يقول ماكو خطر من هذا المرض. احنا اكتشفنا بالعراق 7 حالات، 5 ماتوا وواحد تعالج وواحد قيد العلاج. يعني اللي كتب الخبر المفروض كان ينتبه الفحوى، هو ما بخطر، بس من كل 7 راح يموتون 5 وواحد بعده ما متعالج. يعني نسبة العلاج بالنسبة لهذا المرض 7، يعني كل 700,000 راح يموتون 500,000. طبعا هو مو سبب انه المرض قاتل، لا، هو اكو له علاج، له الكثير من العلاجات. اولا الحمى النزفيه بها 4 انواع، 4 التهابات تصيب الدم تؤدي الى الحمى النزفيه. كل نوع من الانواع لها نوعين من الادويه، والادويه مال الحمى النزفيه رخيصه مو غاليه. اللي يدور هسه راح يلقاها رخيصه، بس حكومه بغداد وينها؟ شنو المرض اللي جابهته الحكومة العراقية؟ المي راح، كل شيء ماكو. لا بالعكس، اكتشفنا انه الحكومة التركية مبلغة الحكومة العراقية من 10 اشهر وهم ما مسوين شيء. جفاف بالعراق ما سووا شيء، تصحر ما سووا شيء، ازدياد نسبة الملوحة بشط العرب ما سووا شيء. بعد شو نريد نعدد؟ فساد اداري ما سووا شيء، اغذيه تجينا من الخارج فاسده غير صالحه للاستخدام البشري، يطلع لنا ابو الجوده النوعيه يقول هياته تمه فحصناه طبخناه وهذا دا اكله قدامكم. مضحك، حتى طريقه الفحص مضحكه، اثارت سخريه بين الناس. يعني ما اعرف، العراق ما بي مختبر، ما بي فحوصات اخرى، راح طبخته واكلته؟ زين من يقول هذا طبخته هو نفسه اللي انتم جبتوه؟ انا دا افتح الكثير من المواضيع، لكن موضوع اليوم هو الامراض والاوبئه، تراجع القطاع الصحي. العراق كان يتفاخر بين الدول انه العلاج به مجاني. كانت عندنا عيادات شعبيه يطب لها المواطن العراقي بها دكاتره عليهم العين. يعني أنا أتذكر في يوم من الأيام، أو أتذكر في منطقتي في بغداد العيادة الشعبية، كان الطبيب اللي لازم العيادة الشعبية ماكو مرض يستعصي، الدواء متوفر بالصيدلية داخل العيادة وبالصيدليات خارج العيادة. حتى أتذكر الصيدلاني قبل من كنت الطب له تقول له أنا بيها الحالة الفلانية الفلانية الفلانية، كانوا عندنا هواية صيدلانيين شطار يعطيك الدواء المناسب. اليوم هو اصلا الدواء اللي دا يجيك فاسد.
الدول اللي دا يشتروه ودا يطوكيها بالصيدليات دا يخضع الى صفقات فساد. الصيدلانيين اللي دا يتخرجون مع الاسف اغلبهم ما يفتهمون شيء. الدكاتره اللي موجودين بالمستشفيات لا حول ولا قوه. قاعد بالمستشفى بنج ما عنده، ادويه ما عنده، بعض المستشفيات شاش ما بيها، وبعض المستشفيات انقصفت اصلا. ويجونا بعض المشاهدين ويقول لك الحكومه العراقيه هاي محترمه، ويجون بعض الناس ويقول لك ايران ساعدتنا، وهي يوميا تدزلنا دواء فاسد، يوميا تدزلنا غذاء فاسد، دزت لنا امراض كثيره، المخدرات انتشرت عن طريقها، الاوبئه انتشرت عن طريقها، الاحتلال الامريكي وجد بالعراق عن طريقها، اس البلاء بالعراق عن طريقها اللي هو الاحتلال الامريكي، وباعترافهم هم، مو انا اللي اقول، من طلع روحاني وقال لولا ايران لما تمكنت الولايات المتحده الامريكيه من احتلال العراق، هذا مو انا قلته. فاس البلاء اللي هو الاحتلال الامريكي ايران سببه، والادويه والغذاء ومعجون الطماطم اللي يجي بالبراميل والدواء الفاسد. واحنا ما شاء الله علينا شعب مظلوم، الله يعينه، خطيه يستقبل كل شيء، واصبح اقل تجارب، اصبح اقل تجارب. يعني باع الشعب العراقي والله المفروض يعني يدخل موسوعة جينيس أكثر شعب صبور وأكثر شعب مجرب. أمريكا جربت بينا أسلحة، الكيان الصهيوني جرب بينا أسلحة، أوروبا كلها جربت بينا أسلحة. شكوا دولة إن كان بالتسعين إن كان بالألفين وثلاثة جربت بينا أسلحة، جربوا بينا أدوية، جربوا بينا أوبئة، جربوا بينا مواد كيميائية، جربوا بينا يورانيوم، جربوا بينا حارة وش جربوا بينا. وطلع شعب بيجيل اللي مشوه، اللي متخلف عقليا، اللي ما يقدر ينطق، اللي ما يقدر يشوف، اللي عيونه واقفة، اللي ايديه ما تشتغل، واللي بي مرض مو طبيعي، واللي بي مرض جديد ما سامعين بي نتيجة ما جرب بينا. وجتنا حكومة وراها، الحكومة كل شيء ما سوت الا اللهم هذا النفط مالتنا، اعطوني فلوس، ايش قد فلوسه؟ هالقد مليار، يلا يابا تعالوا، انت الك هالقد، انا الي هالقد، سلام عليكم. والشعب العراقي خيولي. ابو عمر من السليمانيه اول اتصال ويانا، حياك الله ابو عمر. الله يحييك استاذ أفل، السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ أفل، طبعا احنا بالاسلام طبعا الانسان له قيمه، قدره قيمه، غير حتى الديانات الاخرى. لكن الانسان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ يعني كلام عظيم. نعم. من ادري انت جاي مستعبد هذا البشر؟ زين انت يا البشر، انت ب 2018 نقول من 2003 هاي البشريه صار لها 8000 10000 سنه، العالم تطورت، انت شنو اللي يخليك تروح تسلم عقلك وروحك؟ كل شيء تسلمه مالك ودمك وعرضك تروح تسلمه تخليه للعصابه، انت ما اكتشفتهم بال 2003، ما عرفتهم بال 2007، ما عرفتهم بال 2010، زين انت شو وقت راح يصير عندك وعي؟ فهو الاستعباد موجود في عقل الانسان، يضحكون عليه بكل شتى الطرق والوسائل اللي يستخدموها بحيث يستخفون بعقله، يدمروه، والانسان مطيع، تريد ما تريد، الناس على دين ملوكها. الناس ما تتبع هذا وذاك، مستحيل، هذا كله نتيجة عدم الوعي، يعني أنت ما قدرت تجي تمدح بنفسك وبعقيدتك الدينية، أنت ما قدرت تجي قد الهندوسي، هذا الهندوسي اللي يعبد البقر، واللي يعبد أجلكم الحيوانات الأخرى يعبدها، ما أجيت تقده، لعد أنت شو وقت تصير آدمي ويصير براسك خير؟ فإحنا الآن نخوض بالنتائج. النتائج اللي طلعت بعد معركة داعش، وأنا ذكرتها على قناتكم سابقا، قلت إنه النتائج راح تطلع بعد معركة داعش، هاي التمثيلية والمسرحية اللي ضحكوا بها على الناس. نعم. زين، طلعت النتائج، أنت تدري أستاذ أثر هاي الأدلة اللي تجي من الخارج مو تجي من دول،
اقسم لك بالله العظيم هاي عليه علامات تجاريه مال دول فخمه، فرنسا ولندن وما ادري شنو، هذا كذب. هاي اكو سفن تجاريه فيها مصانع للادويه موجوده في البحر، هذه متهربه منين؟ من الضرائب، من الملاحقات القانونيه الدوليه، فواقفه وين؟ بنص البحر، مثل ما يقول لا بهاي الدوله ولا بهاي الدوله، بالنص ما حد يقدر يحاسبها من هزمه من هذه الضرائب، فتصنع هذه الادويه، وهذول اللي يروحون يستوردون الادويه من هاي بسعر رخيص، وهذه الادويه ما لها كل قيمه، كل قيمه حقيقيه ما لها، ما تعالج، ما تعالج، بالعكس مثل ما يقول ديق الطين بله، فدي يجيبوها ويبيعوها باسعار غاليه واسعار هذا، وهي صايره تايهه. يعني انا سالت على نوع من الاوبر اسمها نيرونين ب 63,000 دينار استاذ أفل. نعم. رحت على غير صيدليه، دورت بصيدليات 10 15 صيدليه، طلع صيدليه من الصيدليات تبيعها ب 46,000. انا على بالي هاي مزوره من 46,000 وذيك اصليه. قسما بالله اثنيناتهم جبتهم وديتهم الى طبيب اخصائي، قال كل اثنيناتهم نفس الشيء، نفس المواصفات نفس هذا. ليش هذا ب 63,000؟ ليش هذا ب 46؟ لانه مع الاسف ابو عمر هي هنا همنا قضيه لازم نحكي بيها، الاطباء والصيدلانيين اصبحوا تجار. يعني الصيدلاني من يجي مريض ما يقول انه هذا جايني مريض يريد يتعالج لازم اعطيه الدواء بارخص الاثمان وانا حالف يمين حتى يتعالج، لا قام يقصب بي. والطبيب كذلك، الطبيب لما يطب له واحد يريد يسوي عمليه تسمع الافات من الدولارات غريبه عجيبه لعمليات بسيطه جدا. استاذ افعل بصراحه هذول وهي مو بس هاي، احنا عندنا صارت المستشفيات الحكوميه انتهت، هاي اغسل ايدك من اذك، عندك المستشفيات هسه صارت اهليه وكلها تجاريه كذب بكذب. يعني صف طالبه صف رابع كليه الطب خاطر ابوها تقول له افتح لي من هسه مستشفى حضر لي اياها، زين انت لا متخرجه، لا عندك اختصاص، لا عندك خدمه، لا عندك انت يا طبيب ابوك والله شنو عندك كم فلس زنجين تجي تروح تفتح لك مستشفى من هسه وتتدرب وما ادري شنو، على مود بس تتخرج بعد سنتين تصير طبيب اخصائي درجه اولى يضحكون على عقول الناس. نعم. وين وصلت بهذه الدوله؟ وين وصلت الى اي مرحله؟ انت عندك كل شيء صار اهلي، انت ما وصلت الى هذه المرحله بحيث الرقي والتطور بحيث تكون المستشفيات اهليه، تكون المراكز الشرطه اهليه، تكون المدارس اهليه مثل ما هسه سووها، تكون الصناعات اهليه، انت ما عندك شيء، كلها سووها اهليه، يعني انتم تخوضون وراء هذول شنو الى متى؟ فانتم تخوضون بالنتائج، هذول يخوضون بالنتائج استاذ عفل، هاي النتيجه، هاي من تحل اللحمه ما ترحم واحد، والله ما ترحم ولا واحد ولا نعم نعم شكرا لا تبقي ولا تذر استاذ عفل. شكرا شكرا لك ابو عمر من السليمانيه. مشاهدينا الكرام، هذا الموضوع ترى مو يهمني أنا بس، ويهم أبو عمر أو يهم غير ناس، لا يهمكم أنتم كلكم. ترى بكل العالم إذا الوباء انتشر يفتك، يعني وباء الطاعون الأسود من انتشر بأوروبا قضى على نص أوروبا. فأريد رأيكم، أريد أسمعكم أنتم شو تقولون. من قطر اتصال، أبو خالد حياك الله. أبو خالد، ابو خالد تسمعني؟ ابو خالد وياي؟ نعتذر منكم مشاهدينا الكرام، يبدو انه ابو خالد ما دا يسمعني. على الواتساب جاتني رساله تقول: اخي افل، تراجع القطاع الصحي بشكل غير مسبوق في العراق ما بعد الاحتلال نتيجه اهمال والفساد الحكومي، حيث اصبحت المستشفيات الحكوميه مكانا لنقل الامراض لا العلاج منها، فجميع دول العالم تولي اهتماما كبيرا بالواقع الصحي من خلال بناء المستشفيات والمراكز البحثية، كما تهتم بتوفير وصناعة الأدوية والعقاقير الطبية فضلا عما تقدمه من دعم للمواطن في شتى المجالات. لكن الوضع في العراق مختلف تماما، حيث التردي الكبير في المجال الصحي، الأمر الذي أدى إلى تفشي العديد من الأمراض والأوبئة كالسرطان والجرب والكبد والسل والكوليرا. رسالة طويلة بالأخير يقول بها أخي من الإمارات، يقول:
في هذا السياق نقلت الأنباء الصحفية عن أحد الأطباء قوله وهو يتأسف على الواقع الصحي المرير. قام فريق من منظمة أتحدى لدعم أطفال السرطان بزيارة مستشفى الطفل المركزي بجانب الكرخ لأمراض السرطان وشاهد حقائق مرعبة عن مرضى السرطان، مبينة أنهم شاهدوا موقفا مخجلا جدا حيث من خلال وجود أعداد كبيرة من الأطفال المصابين بمرض السرطان يفترشون الأرض، ناهيك عن وجود كل 6 أطفال على سرير واحد. الله أكبر، العراق ما بفلوس أبد. أبو خالد من قطر رجع لنا، حياك الله أبو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا أستاذ مصطفى، كيف صح؟ هلا بيك أخي العزيز. موضوع العراق موضوع أمريكا من 2003 هي اللي احتلت العراق، وهي اللي سرقت أموال العراق، وهي اللي تسرق نفط العراق. نعم. زين، هي باتفاق مع إيران، مع هذول اللي ماسكين يسمونه وزير ونائب برلمان وكلهم إجابتهم أمريكا. من اللي جابوا؟ فهم جايين يبوقون. نعم. يعني سؤال، المالكي وين كان؟ كان عندنا في دمشق في سوريا، ما يملك ربطة خبز. يا ربطة خبز كان أخي العزيز ساكن بشقة فوق صاحب مخبز يعطيه خبز بلاش. جابوه تعال بوق واحنا نبوق وما تتكلم، حرامي جاب حرامي. اخي العزيز من 2003 بنوا مدرسه، بنوا شارع، بنوا مستوصف. سابقا عندنا في سوريا كان يروحون شيابنا وين يروحوا يتعالجون؟ يتعالجون ببغداد. حاليا الامراض منتشره ببغداد، الفقر منتشر ببغداد، كل شيء. ولا واحد عربي، سؤال، في عربي يروح على بغداد؟ ولا عربي يروح يزور بغداد، لان دوله كلها كل واحد عصابات وما ادري شنو. يعني بالإضافة إلى القطريين اللي راحوا صيادين ظلوا سنة معتقلينهم، عصابات وجرام وبوق وسرقة، والعراقيين كلهم برا. روح شوف استرالي، روح شوف بلغاريا، روح شوف رومانيا، شوف الخليج، دكاترة من عباقرة. بس تجي الدكتور عراقي تعرف إنه شاطر، تلقى المهندس عراقي شاطر. أنا قابلت مهندس بالإمارات والله عبقري، كلهم هربوا من وراء المجرمين هذول. أخي العزيز سؤال. نعم. سؤال للقبائل العراقية والشيوخ العراق، لما العراق كان محتل من قبل بريطانيا وقاموا عليه الثورة العراقية، أول ما قابلوا شيوخ القبائل عرفوا أن شيوخ القبائل العراقية ضد البريطانيين، عرفوا أن الأمر منتهي. فهذا السؤال اللي ينسأل، وين 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 شيوخ القبائل العراقية؟ معروفين شيوخ القبائل العراقية. نعم. شكرا لك ابو خالد. ابو خالد وجه سؤال الى شيوخ العشائر العراقيه، يقول وين شيوخ العشائر العراقيه؟ الجواب لكم، تقدرون تتصلون وتجاوبون بهذا الموضوع. قبل ما ارجع واكمل الواتسابات اللي وصلتني، فاصل قصير ونرجع لكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، تعرفون القضية المهمة وين؟ السبب والخلل وين؟ أنا أقول لكم وين السبب. بالحكومة، السبب بأياد علاء وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي ومجلس الحكم اللي شكل، وهاي التشكيلة اللي موجودين كلها، اللي الشعب قال باسم الدين باقونا الحرامية عليهم. هاي الشلة هسه العراق ميزانية انفجارية، اعتماد العراق 95% على النفط. زين، خليطوني هاي الميزانية لا خلي العراق أغنى بلد عربي ويجوز بالمنطقة كلها، أسوي اتفاقية ويا الجانب التركي، افتحونا حصتنا من المي،
اروح انشط الزراعه مرت الاخوه، ارجعها مثل ما كانت، ارجع دياله وسلتها الغذائيه، ارجع جنوب وسلتها الغذائيه، ارجع الشمال وسلتها الغذائيه، ارتب الزراعه، صناعه، معمل ادويه سامراء، معمل الجلود، معامل كثيره عندنا بالعراق، اشغلها واشغل العاطلين عن العمل بها، ارجع العراق اوقفه على رجليه، ساعتها اقول لهم هسه تعالوا استلموا ميزانيتكم من التصدير والاستيراد وكل شيء، مو بس انا معتمد على النفط، اهتم بالثروه الحيوانيه، اهتم بالثروه السمكيه اللي مهمله حاليا، وراها اشوف العراق شلون راح يصير. بس ذولا دا يبيعون النفط، لانه النفط بالعالم راح ينضب، واخر نقطه بالعراق معروفه تاريخيا، دا يبيعون النفط لاوروبا، واوروبا دا تستفاد منه وتشتقه وتطلع من عنده مشتقات وترجع ترجع لنا اياه، احنا نشتري منهم، وفلوس هاي النفط كله بجيوبهم. مصطفى من مصر، حياك الله يا مصطفى. السلام عليكم استاذ رفض. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احيي حضرتك واحيي اهالينا في جميع المحافظات العراقيه، اهالينا اللي احنا عارفينهم كويس، نحييكم ونحيي صمتكم. تحيه ودوم. ونحيي شجاعتكم، والشعوب تحييكم بدون مقابل، بدون رشوه، بدون تزوير، بدون نفاق، بدون طمع. حياك الله. سيدي بالنسبه للحمى النفسيه وبالنسبه للامراض والاوبئه اللي سمعنا عنها. نعم. اللي عمرنا ما شفناها. اللي كنا بنصحى من النوم الصبح على النموذج المشرف، بنحلم ان يكون عندنا الوطن العربي كله زي عراق العزه والشرف. اصبحنا النهارده حتى لو جابوا العلاج، هيجيب علاج من ايه؟ هيجيبه من الامريكان علاج صلاحيته منتهيه؟ يجيب امراض ثانيه؟ يجيب الوباء الكبدي؟ يجيب التضخم؟ يجيب الخراب؟ مفيش علاج، مفيش دكاتره، مفيش اهتمام بحياه الانسان. دي عصابه نصبها الاحتلال الامريكي وبيستخدمها، يستخدم تنظيم الدوله ويجيب له اللبس والعتاد والطيران، يقول له اضرب على تنظيم الحج، وتنظيم الحج يضرب على تنظيم الدوله لبقاء المحتل عشان يستحوذ على الموارد وقتلنا وتدميرنا وتقلبنا. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، ان احنا نرجع لعصر التقلب عشان يفضل خيصر وشلته. ايه اللي استفدناه منكم؟ اللي استفدناه منكم غير احتلال اوطاننا وفشل الفساد والدمار والفتن. والمجرمين اللي بيطلعوا على القنوات يتكلموا بكلام طائفي وفيه اطفالنا بيسمعوا، اطفال مش احنا بنوجهوهم في اليوم الصبح بنعلموهم يحترموا الشيعي والسني والكردي وجميع الابيات البدل العربي من وطننا، فهو له الحق واخونا وحبيبنا ومننا. فيطلع بلفظ الطائف المجرم القاتل الارهابي الغبي يطلع يتكلم كلام طائفي على القنوات والاطفال تسمعه، او تجرح قلوبهم الحق، والله صحينا ورضينا وربنا ينتقم من كل طائفي مجرم. واسمح لي حضرتك ارجوك، انا بطلب من حضرتك طلب، تعمل لنا حلقه للاطفال العراق اللي اشتردوا 4,500,000 طفل يتيم، مين هيأهلهم؟ مين هيوكلهم؟ مين هيشرفهم؟ مين هيوجههم نحو الاعتدال والتسامح؟ وان يكون انسان صالح في المجتمع، ان يكون انسان منتج، مين هيأهله؟ مين بيأسسوا لدوله فوضى، لدوله ظلم، لدوله استعباد؟ وانا اعني في كلامي بالتحديد العصابه اللي متطوليه على الحب، اللي نصبها الاستعمار الامريكي المجرم الارهابي الاكبر، ابو الارهاب كله. فندعو اهالينا الى الصبر والثبات والى عصيان مدني كامل، الى عصيان مدني كامل. انتوا كفحتوا وقاومتوا الاستعمار ورابطين الميليشيات ورابطين التنظيمات، ولم نعترف بتنظيم الدوله ولا بتنظيم الارهاب الامريكي ترامب المجرم الارهاب الخطير النجم، ولا كل من يطيعه. لان انت النهارده ايه؟ خلاص بقت خرابه، بقت سداح مداح. فين فوضى؟ انتوا اوصياء على الناس، اوصياء على الشعب. مين حكمكم؟ مين وكلكم؟ الناس مقراكم، الناس كرهاكم، يا عصابات، يا بتوع المخدرات، يا بكرنديه، يا طول الناس بتتكرم في البراك وفي القمرات، وعلى لسان مش عارف الجمهوري بيقول لك انا بفكر الساعه 11. انت كذاب، انت بتفطر من 8 الصبح، بتبدا فكرتك انت وعصابتك، انتوا خونة ومرفوضين وهتضحكوا وهتتحكموا باذن الله وقدرة الله في الجبروت، وهتتحكموا محاكم ثوريه قريبه في الشعب. عاش العراق حر بأبي سامح مستقل. وشكرا لحضرتك. شكرا لك أخ مصطفى. يعني القضية المهمة هي حاليا أخ مصطفى أنه أنت ذكرت الأيتام، لكن هاي الأوبئة أو الأمراض إذا أب أو أم أو الثنين انصابوا بمرض وباء وما لقوا العلاج راح يموتون. إذا ذولا عندهم أطفال ثلاثة وراح يشوف أبوه أو أمه يموت قدام عينه نتيجة مرض ما إلى علاج، نتيجة مرض لأنه يروح المستشفى ماكو طبيب، نتيجة مرض لأنه يروح الصيدلية والدواء غالي أو ما موجود الدواء أصلا، نتيجة مرض ويطب المستشفى
والطبيب يقول له التمنين وش عندك وليش ومن وياك ومن وراك، واكو ميليشيا تحاكم بالمستشفى، هذا يتعالج وذاك ما يتعالج، هذا يطب ذاك ما يطب، شنو راح يكون نفسية الطفل؟ شلون راح يعيش؟ شلون راح يكبر؟ انت قلت راح تأسيس الى دولة فوضى، لا، اكبر من دولة الفوضى، اكبر من دولة الفوضى. احنا دا نرجع الى القرون الوسطى واوروبا، في القرون الوسطى راح يصيرون ناس ويا شيء ومرتزقة وخارجية عن القانون. ابو ناصر من تركيا ويانا، حياك الله ابو ناصر. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك والقناه الرافدين وكل الكادر. تحيه والدوم. استاذ أفل، هي بالاساس الحكومه ما مهتمه بصحه المواطن العراقي. نعم. وموجود وزاره الصحه اللي هي بالاساس مو وزاره الصحه، وزاره امراض بالعراق هي وزاره فاشله. يعني حضرتك او اي مواطن خليه يقوم باي جوله بسيطه بمناطق بغداد وبالمحافظات ويشوف الذبح اللي يصير بالشوارع وبدون اي رقابه. نعم. يعني العراقي من 2003 الى الان اي وعكه صحيه طيبه ما يلقى علاج بالمستشفيات العراقيه. نعم. ابواب العراق مفتوحه لدخول المخدرات، وكم مره شفنا اشخاص ايرانيين يلقون القبض عليهم وهم يدخلون المخدرات في العراق. واعتقد اخرها كان علب الطرش اللي محشيها بالمخدرات واللي دخلت عن طريق ايران. يعني انواع من المواد الغذائيه منتهيه الصلاحيه تدخل للعراق بدون اي فحص. استاذي الفاضل، زمن حكم صدام حسين كان كل العلاج مجاني من الشاش الى اجراء اكبر عمليه. هسه اللي ما عنده فلوس لاجراء ابسط عمليه يعني بسيطه كلش بسيطه يرموه خارج المستشفى. يعني يا استاذي الفاضل، الشعب كله يعرف بهاي الحكومه ما قدمت اي شيء وما استفاد منها الشعب اي شيء غير الدمار، وقسم منهم للاسف اقول انغسلت ادمغتهم وراضي بكل اللي دا يصير ويقول والله مو مشكله ما دام الحكم شيعي. يعني شنو اللي تتامله يا استاذي الفاضل من حكومه وزير خارجيتها اصلا ما يعرف يعني يطلع بتصريح خطير يقول بخصوص جفاف نهر دجله، نهر دجله جفافه علامه من علامات ظهور المهدي. شنو هالمهزله اللي عايشين بها العراقيين؟ شنو هالاشخاص اللي تسلطوا على رقاب العراقيين؟ هذا بالاضافه الى جشع الاطباء استاذي العزيز. لا، هو يعني هو مو طلع ابراهيم الجعفري وقال نهر دجله منبعه من ايران ودا يجف حاليا، ما يروح يطب الايران ويقول لهم ليش جففتوا الموارد اللي علينا؟ رحم الله والديك. والله رحم الله والديك. والله مهزله والله. يعني استاذي الفاضل، هذا الحكي كله والاضافه الى جشع الاطباء، يعني مواطن يراجع طبيب، الطبيب عنده اتفاق ويا صيدليه محدده، والله العظيم انا شخصيا يعني صحيح أعرف صحيح أعرف صحيح هاي بالعراق موجوده صحيح. يعني انا شخصيا اعرف طبيب راح على صيدليه مال احد اصدقائي، صديق عزيز علي موجود لحد هسه، يروح عليه يتفق وياه يقول له المريض اللي يراجع لي اكتب له وصفه او ادزها عليك بشرط كل وصفه اللي بيها 250 دينار، تصور استاذ أفل 250 دينار وهو طبيب وهو امكانيته جدا عاليه ومعروف عنده. لا، وابو ناصر من يتفق ويا صيدليه ومتفق ويا صيدليات اخرى في مناطق اخرى وبكل راتشيته راح تلقي هو كاتب له فت 6 ادويه 7 ادويه، 4 من عندهم ما لهن علاقه. يعني انا عند احد اقربائي راح لنتيجه أجزمة بسيطة صارت بالجلد، ما أعرف شنو السبب، لطوا دواء ما صرع. أنا شخصياً أستاذ أفل، أنا شخصياً عندي كانت حالة صدفية والله العظيم، راجعت أكثر من طبيب بالمنطقة اللي أنا أسكنها. نعم. وبالقضاء اللي أنا أسكنه ووصفوا لي عدة علاجات وكلها ما فادت. آخر شيء أخذت جنوتي وطلعت سافرت على سوريا، علاج واحد نطانية الله وكيلك صار أكثر من 13 سنة أو أكثر من 13 سنة هواية، يعني لحد هسه ما رجعت لي الحالة. يعني أستاذ أفل، العراق كان من الدول المتقدمة بالصحة وأطباء العراق كانوا معروفين. نعم. وكان بعض المرضى من الدول العربية ترى يتعالجون بالمستشفيات وكل الناس تعرف يعني يتعالجون بالمستشفيات العراقية. هسه بسبب الأوضاع الأمنية وانتشار الميليشيات وإهمال الحكومة لقطاع الصحة، أكثر الكوادر الطبية هاجرت وتركت البلد. يعني صحيح. والله أنا أظل أعيدها وأقول قول للصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أوجهه للشعب وخليه يتذكر زين، يقول عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج شاهرا سيفه.
اذا نعم. تردون تظلون تعيشون الذل وتردون تظلون الحكومه هاي والاشخاص دول اللي دخلوا ورا الدبابه الامريكيه مو على الدبابه الامريكيه مسترطين على رقابكم. ابقوا لا تشكون لا تشكون، لكن اذا تريد تعيش بعز لا والله اطلع وارفع صوتك نعم. وجاهد وقاتل هاي الحكومه المجرمه اللي ما جابت لك غير الدمار. ملايين العراقيين تهجرت بسبب هيك نماذج، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. نعم ابو ناصر من تركيا، شكرا جزيلا لك. يعني تأييدا لكلام ابو ناصر راح اذكر ثلاث قضايا بسرعه. جامعة بغداد كان رقمها 7 على العالم، الأساتذة جامعين العراقيين والأطباء العراقيين كانوا يحاضرون في المستشفيات في الجامعات والمراكز العلمية من كبريات المراكز، إن كانت أكسفورد إن كانت هارفارد إن كانت غيرها، وأكو دكاترة عندهم كرسي علمي. نعم هذا الكلام صحيح، اليوم انتهى هاي القضية. القضية الأخرى، أنا سامع في ثمانيات القرن الماضي عن يعني من يكبرني سنا، انا ما حاضر هاي القصه، لكن انه في شخص راد يسوي طفل انابيب، سافر الى بريطانيا، دخل الى طبيب قال له انت عراقي؟ قال له نعم. قال له عندكم دكتور اسمه فلان الفلاني وتجي يمي لندن، روح ارجع يسوي لك اياها هو احسن. هذا كان العراق قبل وحال العراق اليوم، شوفوا انتم قارنوا. ام ازهار من بغداد، حياك الله ام ازهار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حيا أصلك. بالنسبة إلى العراق القديم والعراق الحديث. نعم. العراق القديم كان الناس كانت كل الدول تستثمر يجوا يركضون يأخذون كل المعلومات منه، من أطباء إلى زراعته إلى صناعته إلى كل شيء. كل المحتويات اللي بيه كان من اعلى حتى الدول الاوروبيه. ولكن من 2003 اجوا النماذج اللي هم انتمائهم مو للعراق، هم انتمائهم الى الدول اجوا منها، تركيا من ايران ومن بريطانيا ومن اسرائيل، فهم رادوا يخربونا. ما عندهم انتماء للعراق، يعدهم انتماء للعراق. كان ما سووا بي هذا الخراب الدامر في صناعته في صحته في دراسته في نعم. كل شيء. فهذا هاي الحكومة انتماءها إلى دول أخرى، ما انتماءها إلى العراق. نعم. وهي تخرب العراق وما راح تبني أبدا، طول ما راح تبقى دي ما راح تبني، وطول ما أمريكا إيران وراها ما تبني هذا العراق. لازم احنا مثل ما البحر قلت لازم احنا ما ننظر للايران ولا امريكا ولا اسرائيل. لازم الشعب يتنور، لازم الشعب ينهض، لازم الشعب يشوف مصلحتها وين حتى يقوم هذا البلد ويعليه مثل ما كان الناظر يعلم في العراق. نعم. شكرا 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 لك ام ازهار. ارجع الى تطبيق الواتساب. أم علي دزت لي رسالة تقول إذا الدجالين والسارقين وجه لحكم البلد فقرأ السلام عليه، يا حمى نزفية يا بطيخ يا رقي، المهم الكروش تنتفخ والجهل يسود البلد. تحياتي لقناتنا الحبيبة والقائمين عليها وجزاهم الله كل خير، وجزانا عنا وعنك يا ربي كل خير إن شاء الله. رسالة أخرى من العراق من ابن ميسان تقول تفشي الأوبئة والأمراض مقصودة ومفتعلة لغرض الإبادة والانتقام من الشعب العراقي. نعم كلامك صحيح ومع الأسف. رسالة أخرى من العراق يقول أنا فراس من ديالة، أبسط شيء ليش المستشفيات يأخذون 2000 على الباص؟ أتمنى توصل هاي الفكرة للناس، وشكرا لكم وعلى تواصلكم، وشكرا وتقديري للكادر ولكل الرافدين. وأغلب المستشفيات تروح عليها ما تلقى بيها لو دكتور لو ماكو. رسالة أخرى من الأخت رؤيدة من المدائن تقول بس هسه احنا مهجرين واحنا ببلادنا. يا اخت رويده الله يعينكم، والله يعين كل المهجرين والله يعين كل النازحين، ربي يرفع عنكم الغمه ويرجعكم الى بيوتكم سالمين غانمين، ونرتاح من قضيه هجره او قضيه تهجير او قضيه نزوح او قضيه تغيير ديموغرافي. امين يا رب. رويده كتبت السلام عليكم اخي، ان شاء الله تكون بخير. والله يا اخي ايش بقى بالعراق؟ بقى على مي، ايش عدنا عبالنا نرجع لمناطقنا، بس شو نسوي؟ مكتوبة علينا الغربة. ربك رحيم إن شاء الله
تنحل وترجع. علاء العبد الله يقول: اخي افل من كان يحارب العراق ويقول عن العراق عدو، هل يصبح اليوم قلبه على العراق؟ سؤال منطقي وسؤال مهم جدا. هذا السؤال أسأل الشعب العراقي: لماذا الصمت على من كانوا يقتلونكم ويقولون عنكم أعداء العراق لا يرى النور بوجود هؤلاء؟ والله صدق، يعني اللي قاتلك 8 سنوات، اللي دس جيش 8 سنوات، ومن ضمنهم ميليشيات من أهل هالبلد، المفروض هم قاتلوا ويا عدوك وكتلوا جنودك وكتلوا أخوانك وعمامك ولد عمامك ولد خوالك، يجي اليوم يصير قلبه على العراق؟ قاسم سليماني لما كان جنرال في الحرب أو ما أعرف، ما كان جنرال هسه جنرال، هو عندما كان ضابط في الحرب العراقية الإيرانية وكان يقاتل ضد العراق وكان يقصف مناطق العراق وكان هم الأول والأخير هو الانتصار على العراق، يجي اليوم قلبه على العراق ويحارب الإرهاب داخل العراق؟ سؤال منطقي من الأخ علاء العبد الله، أشكرك عليه. عندنا اتصال من ديالة، أهلا بك يا أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، أن بس تطرحونا بس سؤال واحد مع القرار، ما التربية 13 درجات مع الامتحانات؟ عفوا بس ما اسمع زين. القرار مع التربية مع وزارة التربية مع الامتحانات 13 درجات، بطلنا لحدنا. شلون يعني 13 درجات؟ يعني امتحانات مالتنا يعني مو تشاول دخلنا ب 13 درجات. زين، وهسه لغوا بس الدرسين نمتحن. اها، بالثلاثة ما يمتحن، نريد بس من هذا ما نطلب منه يعني شوي من المذيع بلا زحم عليه. تمام تمام ماشي. ماشي اخ علي، ارفع هذا الموضوع الى 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 الاعداد ونشوف. اي والله الاستاذ، يعني هي بس قناتكم تطلع معاناه المواطنين. واجبنا اخ علي، واجبنا هذا يعني، والله يعينكم. يعني الطلاب العراقيين اليوم عندهم امتحانات، خصوصا امتحانات البكالوريا، يعني شنو ذنب الطالب اللي المجتهد والقارئ ويكتشف انه الاسئله توزعت بالخمسة الصبح على الفيسبوك والوزارة تلغي الامتحان؟ والله شنو تسربت يعني، ليش ما انت حافظت عليها حتى ما تسرب؟ صار خاصة الإسلامية، يعني ودت الإسلامية تنشر وتنباع حتى ما ظل بالعراق. نعم ماشي ماشي سيدي ماشي. بس ما الصف الثالث أستاذ، يعني هي أهم شيء هذا القرار. نعم يوني. عين عين أستاذ، شكرا أستاذ. يسلمك يسلمك، يعني ولو هو خارج موضوع حلقتنا، لكن أخ علي يعني معاناته هذه ومعاناة الطلاب يعني كبيرة جدا في العراق. يعني طالب واحد سرب أسئلة، روحوا حاسبوه إليه، روحوا دوروا منو سرب الأسئلة. الأستاذ اللي طلعت الأسئلة من جوا إيده ليش ما تحاسب؟ الله أكبر يا ناس، تحاسبون الطلاب على ذنب مرتكبه؟ أوكي تلغون الامتحان، بس أنا اللي أعرفه، أنا اللي أعرفه في اللجان الامتحانية، أنا مسوي هاي الأسئلة ومسوي أسئلة احتياط، هذه من تسرب أقدم الاحتياط للطلاب أقول لهم امتحنوا. هذا المتعارف عليه. ما أذكر في سنة من السنوات لغى الامتحان وتأجل إلى شيء ثاني. والله شنو الأسئلة سربت، كانت تسرب في كل الأزمنة بس مو بهالطريقة. طبعا تطلع إلى مجموعة يا أستاذ مرتشي يا أستاذ يتفقون ويا، موجودة الحالة هاي، تطلع إلى مجموعة وتنعرف وتنكشف، تنسحب الأسئلة وتنزل الأسئلة باء اللي هي الاحتياط. زين وزارة التربية تعرف بهاي الآلية لو لا؟ والله عظيم غريبة صدق، عندنا مواضيع مهمة. السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أخ العزيز، من 2003 شكوا أمراض خبيثة تكالبت على العراق، وأول الأمراض هؤلاء السياسيين. يعني قبل ما أكمل الواتساب، زايد آل نهيان الله يرحمه، رئيس دولة الإمارات سابقا، إجا للعراق في 70s تعرفون إيش قال للرئيس العراقي؟ قال له: سأعمل جاهدا على أن أجعل دبي كبغداد. يا حيف يا حيف، مو يا حيف لأنه صار، لا بالعافية عليهم، اخواننا هم عرب،
بس يا حيف اللي صار بينا. دبي كانت تتمنى تصير مثلنا بالسبعينات. روحوا شوفوا دبي هسه، شوفوا بغداد شقد يلا نصير مثلها. ذكر ابو ناصر الامراض والاوبئه اللي تصير بالعراق. عندي واحد اعرفه مريض سكري، راح ده يسوي عمليه بعينه، قال لهم انا بيا سكري، هاي الادويه ممنوع اخذها، ضربوه ابره عمه. بس شنو يعني خطا الطبيب؟ شنو يعني ما يشوف؟ عادي تحدث الاخطاء. قبل ما اختم عندي واتسابات اثنين سريعه. اخي حزب الدعوه راح يسلم العراق التراب الايران، وهذا مخطط امريكي ايراني، والك الله الك الله يا عراق. او شخص اخر كاتب استاذ شعب يحب الذله، انا هاي لا ما اقبلها. لا، عمر العراقي ما حب الذله، عمر العراقي ما حب الذله. لكن اكو ظروف، اكو ناس تكالبوا عليه، العالم كله متكالب على العراق من جيرانه واطلع لي برا، حتى اكو نماذج من الداخل، حزب الدعوه وبدر وغيره وغيره وغيره، تكالبوا على العراق. اي من الثمانينات، من كان هذا عامر يقول اذا قال الامام صل صل؟ من ذاك الوقت. بس انه الشعب لا، شعب كريم وابي، شعب معروف كرمه للناس. مو انا اقولها، مو لاني عراقي اقول هذا الكلام، لا، روح اسال الجيران. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى. نتمنى ان نلتقيكم مره اخرى على خير في نفس الموعد من كل يوم وموضوع اخر. نتمنى ان نسمع اتصالاتكم، اصواتكم، ارائكم في كل حلقة من حلقاتنا. إلى اللقاء.